متسابقات. اوكي هنا المتسابقة، تفضلي هنا عزيزتي. مرحبا، شلونك؟ الحمد لله. عرفيت؟ أميرة من سنجار. يا أهلا أميرة، احكي لي شلون المعنويات، مستعدة؟ احكي لي هاي. والله الحمد لله مستعدة. ماكو خوف؟ لا ماكو خوف، ماكو توتر، لأن لكل امرأة لها جمالها الخاص. صحيح. إذا في حال فزتي في اللقب، شنو أول موضوع راح تقومين به؟ أنا عندي مكتبة للقراءة واستعارة الكتب مجانا، فإن شاء الله إذا أنا فزت أحب أفتح يعني حلمي أوسع المكاتب يعني من العراق للكردستان بكل مكان. وبعدين وقفتني نقطة، ذكرتي انه هذه المكتبة هي مجانية، طيب ما هذا يمكن مصدر رزقك صح؟ لا هي مجانية، انا ما اخذ فلس من المكتب. السبب؟ لان انا احب العمل الخيري وفتحت مكتبة للنازحين، للناس عامة على مود يقرون يتقفون، يعني على مود العلم يصل لكل شخص، لان ما في مجتمع يتقدم بدون قراءة الكتب. اليوم مثال المرأة العراقية القوية، حالك حال بقية المتسابقات، لكن العمل الإنساني الخيري اللي تقومين به أتمنى من الجميع يحذو حذوك ويقوم بهذه الخطوة. إن شاء الله. وأتمنى لك كل شكرا.